طبعا كالعادة نص الليل طالعين جبل شمس. تابعوا الحلقة، أتمنى تعجبكم. حياكم الله، عساكم بخير بصحة وعافية. طالعين تريب إلى جبل شمس، الأجواء المفروض تكون حلوة، عندنا لونج ويكند رأس السنة الهجرية، فقلنا إن نطلع الكلاب، ومن زمان ما ملتقين أنا وحسين وأبو علي، فطالعين. بس كالعادة آخر الليل تقريبا الساعة 9 بالليل، وأنا في انتظار حسين، لأن حسين دائما متأخر. فبنحط السيرون على سيارة حسين، التلاري اوريدي موجودة على التاكوما، كارو داخل السيارة، جاهزين ننطلق. واخيرا بعد وصول حسين طلعنا ووقفنا على محطة عمان اويل، وانا دائما احث الشباب انكم توقفوا على محطات عمان اويل، لان بصراحة عندهم كل الخدمات اللي تحتاجوها تقريبا في كل المحطات على الاقل في مسقط. من بعدها طبعا اتجهنا للداخلية، والاجواء في الداخلية افضل عن مسقط بكثير، تقريبا 7 درجات اقل عن مسقط، كون ان كان في امطار كثيره في الايام الماضيه. ووصلنا الى بدايه مسارنا جبل شمس. مسار جبل شمس يتطلب ان تكون معك فور ويل، ويتطلب ان صراحه تكون فيك ثقه انك تسوقها، لان الشارع ما هين ما صعب، لكن في منحدرات كثيره. وفي طريقنا ونحن طالعين للقمة شفنا ان هناك كثير من التعديلات اللي قاعدة تصير على الشارع، فيعني الحكومة شغالة انها تحول هذا الشارع اتوقع لشارع كبار. المهم بعد 3 ساعات من خروج من مسقط وصلنا لمخيمنا، واول ليلة جبل شمس. طبعا الرحلة هذه كانت عبارة عن رحلة نجتمع فيها بعد فترة طويلة، انا وابو علي وحسين، ومعانا باقيرا وكارو ولهو، يعني ما حد بيقرب من المخيم. صناعية ابو علي. قبل نسوي تيست، انا ما مسكر هذا تراني، بس نصلح الليت، عندي ليت مع الواير طالع، فطبعا ما في حد غير ابو علي يصلح لنا كالعادة. لأن لقائنا كان بعد فترة طويلة حبيت أن ما أصور ليلتنا الأولى، كانت ليلة جلسة شباب، لكن هذه بداية يوم الثاني. بداية يومي كانت بفتح غرفة الخصوصية على التاكوما. عندي غرفة خصوصية من شركة آيرون مان، ركبتها من تقريبا 2 سنين، وبصراحة ما أشتكي بها شيء، لكن بي بي سي عمان جاب غرفة خصوصية جديدة من شركة كويك بيتش. طبعا المظلة اللي على سيارتي الـ 270 تنفتح بدقائق، وهي من شركة كويك بيتش، وأيضا الأون سوت من شركة كويك بيتش أتوقع أنه ينفتح بنفس السرعة، فبغيرها قريب بإذن الله وبعطيكم أخبار عنها. أجواء حلوة، شمس حارة بس هواء حلو. طبعا شوية تمشي كارو، رح تستكشف المكان بعد شوية على الدراجات. الهدف الأكبر من رحلاتنا وجولاتنا ومخيماتنا هي نستكشف الأماكن اللي نحن نزورها. وطبعا جبل شمس أعلى قمة في السلطنة، ويسمى جبل شمس لأن الشمس تشرق وتغرب على قمة هذا الجبل قبل ما توصل لأي مكان ثاني في السلطنة. والشيء الحلو أيضا في جبل شمس أن المكان يتمتع باعتدال درجة الحرارة في فصل الصيف، وتصل ما بين 25 إلى 26 درجة، والبرودة تصل إلى درجة التجمد، وطبعا أيضا في تساقط ثلج، وهذه الأشياء كلها تحصلوها طبعا في فصل الشتاء. دايركت، هذا ما ينتظر. خلص؟ يلا خلي أحد ثاني يشرب الحين. هلا هلا، time to go for a ride. نمنا، الجو صح إنه ماشي سحب، لكن الجو والهواء أمور طيبة. هذا الاختراع جدا جميل، أبغى أروح على رايد، وهذا الأخ طبعا بيركض وراي في مالي معي، بربطه ما بين سيارتي وما بين سيارة أبو علي. شوفوا كيف الخير في هذا حبل بينربط من سيارتي
يا الى الشجره او الى سياره ابو علي، وكارو ينربط عليه على اساس عنده مساحه يروح ويجي ويكون مرتاح نفسيا. نقرب. هذا الحبل ربطناه من هنا وين لذيك الشجرة، يعني عنده كل هذه المساحة يمشي فيها. وبعد مثل ما تشوفوا هذا كارو، تعال شوفوا كارو يمشي والحبل يمشي معه، فأموره طيبة جدا مرتاح، وأنا أقدر أطلع رايد وأعرف أنه ما أنه عالق في مكان واحد والحبل ما يعلق بشيء ثاني، فأموره طيبة. 5:30 نمنا كلنا سوينا خلصنا كل شيء، الحين وقت نروح ندور شوية على التلاريا في جبل شمس. Right, so we're heading جبل شمس، ناخذ لفة في جبل شمس. This is the highest peak in the Middle East. It is pretty cold mountain. And it's the middle of summer. It's like 21 degrees at the moment. We were hoping it would be cloudy, but it's not cloudy. But time to head out. كل طلعات ونزلات ومن الأمطار صاير يعني ما انه اموره صعبه، اموره طيبه والرايد جميل جدا صراحه، الجو رهيب. شوفوا الوادي تحت بعده في ماي، ف اجواء جميله جدا صراحه. نحن طبعا على 94% بطاريه، اظن كفايه ان نروح الى الشرفه ونرجع، اللي هو الفيو بوينت او الجراند كانيون لجبل شمس. يعني في مكان الجريدر ينتهي وتبدأ مسألة الشارع، يعني لما نوصل للمنطقة اللي باغي نوصلها. الشمس فيها ريزورتس كثيرة صارت في الأوان الأخيرة، وأيضا عندكم كثير من الشباب بانين شاليهات على الجبل، شاليهات جدا جميلة يعني. هذا وصلنا الفيو بوينت جبل شمس. إلى أعلى قمة. نايس رايد. شوفوا المنظر. مكان ولا أروع.
So we're at the highest mountain peak in the Middle East, or one of the highest, Jabal Shams. And it's been amazing riding this thing out here. صراحة أداءها غير طبيعي يعني. الحين نرجع للشباب. جوعان يا أخي أبغى أكل. نرجع للشباب. فطلع من تحت من مكان تخييمنا لهنا كان عندي 97% بطارية. الحين أتوقع إذا نتأكد 82%. نمشي على الراحات على الإيكو. نشوف البطارية وين توصلنا. الريجن خلينا نضيف الريجن. الريجنريشن مخليه على 4 الانجن بريكنج يعني. شوفوا بدون بريك والانجن قاعد يعمل انجن بريكنج بنفسه اللي هو زين على اساس انه يا اخي هذا الفيتشر من الفيتشرز اللي يعني جدا حبيته في الدراجة انك تقدر تتحكم في هذا الريجنريشن اللي هو الانجن بريكنج. وبسبب انك تقدر تتحكم في الريجنريشن الان شوفوا انا نازل من نزله قويه بس الانجن بريكنج ماسك عليها. So I love this regeneration. It's amazing the fact that you can control levels of it from here. I'm in a pretty steep area at the moment and I'm not using any brakes going down and the regeneration is doing most of the work for me. And it's also generating some power for the battery, so that's awesome. اضطريت اغير الكاميرا لان ما شاء الله الانستا 360 شكلي مفروض كنت افضي الميموري وما فضيته. طبعا تشوفوا النزول ما سهل والطلوع ايضا ما كان سهل لكن التلاريا فظيعه بصراحه. It's a beast صراحه. So I'm going down a pretty steep and rugged terrain at the moment and this thing is definitely a nice way to test this bike. Whoop, there we go. الرايد في جبل شمس بصراحة كان شيء خيالي والدراجة اللي يريدوا يعرفوا صرفت 36% من البطارية يعني وانا راجع كان عندي 74% باتري. خبور انا رحت لين الشرفة. ايوه يا اخي جالسين وتجلسين كذا جلسة حلوة والجو بارد وهواء و... يطلع ابو علي يقول لي انت شايف ما عندك في الدراجة؟ شوفوا ذا الحبل لاف على الدراجة من الصوبين. عاد عنا الحين خيار ان يا اما نطلع التاير كامل ونقلعه او يتفنن ابو علي. خل ابو علي يتفنن اذا ما دمرناك. نشوف ايش نسوي. يلا شو شغلك؟ نحاول نحرقه. جيده لا دخلت الدراجة. فشلت القضية. نحاول مرة. شفت كيف؟ قص. فنان هذا الثانية. صناعية أبو علي. هاشتاج صار خلاص دان. طبعا اتوقع الخيط هذا من يا من سوادي يا من راس الحد. خيط بحر صاد من صاد ابو علي. اليوم انا مرتين امسكه. مره يوم هذا سوالنا ريوق الصبح ومره يوم جاي وسوالي شاي. اوكي زين حان وقت الاكل. من هواياتي المفضله الطبخ طبعا
وفي الرحلات عادة أنا اللي أطبخ العشاء. فاليوم كنت جايب لهم ربيان وتكة دجاج وتكة لحم، وكان فظيع. لا تصدقوني، سمعوا رأي أبو علي. Round 2 is the chicken. الدجاج طبعا هناك عنا. هنروح نشوف. تخليك جالس، سوي لنا ضغط هنا انت. أبو علي عطنا رأيك. رأي مع الليمون مع السكر عسل. الرحلة ما تكتمل بدون خلطة سرية من عندي، والأكل كان لذيذ الحمد لله. يلا ضبطنا، حطينا الأغراض كلها، خلصنا، وجاء وقت إن نودع أبو علي. الفقرة اللي ما نحبها أبدا. الفقرة اللي ما نحبها أبدا. استمتعنا واجد وقتنا صراحة. ليلتين حلوات كانت. حلوات كالعادة. لقائنا الجاي بيكون صوب البحر، لأن خلاص أبغى أروح البحر. خلاص يوم. البحر. هذا يقول بيجي وما يجي آخر لحظة. أمور طيبة. لا لا بحر أنا وياك 100%. عاد نشوف إذا رحلة جاية حسين بيكون معانا ولا لا، لكن أتمنى أن أنتوا تكونوا معانا في كل الرحلات وفي كل الأبسود اللي نزلهم على القناة. أتمنى تعملوا شير لايك وسبسكرايب، ولا تنسوا to keep exploring.